بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة الذكرى الأليمة لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وغفر له في هذا اليوم 19 من شهر رمضان، هذا اليوم الأليم الحزين على شعب دولة الإمارات صغيره وكبيره وعلى جميع شعوب العالم حينما تلقون وفاته، والذي أخذت المنابر تسطح بالتكبيرات حتى الفجر وترى الدموع تنهمر من عيونهم غير مقتنعين أو مصدقين بهذا الحدث الجلل. أسأل الله أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب. 19 من شهر رمضان 1442 هجرية الموافق 1/5/2021. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن، نسألك أن تغفر لزايد بن سلطان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الزلل. اللهم وأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والشرور. اللهم وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم وما قدم للإسلام والمسلمين نجعله في ميزان حسناته يا رب العالمين. من هني من أرض الإمارات دار زايد الخير تنطلق قناة أهل الدار على موقع اليوتيوب وتكون منصة إعلامية هادفة تسعى للتواصل مع كل الأعمار من خلال برامج وفقرات متميزة تحمل كل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع وتقدم محتوى إعلامي استثنائي تحت شعار قناة أهل الدار قناة